ما راح فينا ما شاء الله أكل شعبي من نجران. تقدم عندنا كشعار في المنطقة اللي هو زي ما نعرف منطقة نجران منطقة شهيرة في الجواد العربي الأصيل، الطيارات والسيارات هذول كل قوم لهم زي ما تقول علمهم وكل وفكرهم يلا ما في مشكلة. مش متقدم في النور شوية. وصلنا قرية نجران التراثية وهذا الترحيب بطريقتهم الخاصة.
مسهره. حياك الله. تسلم تسلم تسلم. حيا الله. مرحبا مسهره. مرحبا ترحيب المطر والسيد. بسم الله. يا مرحبا. لا يحولهم هنتين ويعني كافين ولا شيء. بالنسبة للنكش النجراني في مسميات أماكن أخرى يسمى القط. النكش النجراني يكون الحجم فيه أكبر والألوان أقل. طبعا من اول استخدامهم الالوان من الطبيعه يعني كانت شوي شوي بدات يستوردونها، فكانوا يطلعون اللون الاخضر من البرسيم اللي هو القبر نسميه القبر، يطبخ الى تصير عصاره ثقيله ويتبخر منها الى يصير اللون الاخضر، وبعض النباتات الاخرى اللون المعروف انه معروف. نقول الله يحييكم جميع، كل رجال منكم يعبر عن الكرامة الوحدة، ولكن المبذرين إخوان الشياطين الله يحييكم تحية المطر من إخوانكم القادة الكشفيين في منطقة نجران ومن أعضاء قسم النشاط عندنا في الإدارة، مرحبا ومسهلا. أهل الخير، ولو فيه أكبر من هذه قدمناها، تعرفون الهدايا ما هي إلا رمزية. يا ليل دبب المرور ورانا، دبب المرور ورانا، دبب المرور ورانا، دبب المرور ورانا، ما له طريق تعدانا، ما له طريق تعدانا. قلنا الثنية من الروشة صغيرة والحلا فيها، قلت ابويا وابو اخوان لك من الورد يا مصلي، صلي على النبي، انا مصلي، صلي على النبي، انا مصلي، صلي على النبي، يا مصلي، صلي على النبي. وخير في وجهك يا سلمان وبلغ علينا ذهب والماس، والعدل في مجلسك نبراس، والعدل في مجلسك نبراس، والعدل في مجلسك نبراس. سفن على الظالمة سلة، سفن على الظالمة سلة، سفن على الظالمة سلة، سفن على الظالمة سلة. أنا أستغرب يا أستاذ على هذا النوع الصغير. هذا بدون نوع. وين البياض؟ البياض البياض القح.
اخوان هذه جزء من تاريخ وهم كل تاريخ القصر الان لخصناه في اللوحه هذه طبعا باللغه العربيه والانجليزيه بدايه مثل ما ذكرنا في تاسيسه في عام 1100 ابتداء من الشيخ محمد بن اسماعيل المكرمي وانتهاء في اخر ترميمه بالشيخ احمد بن علي المكرمي والشيخ ابن حسن عام 1440 هو تاريخ افتتاحه وتاهيله الى ان صار مزار الان. Thank you.